أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجد يعمل الشعوذة وينكر بعض السنن ويسب من رآه قد فعل بعض السنن، ما حكم الصلاة وراءه؟ وإذا صلي معه مضطر أعيدها أم هي صحيحة؟ الشعوذة ما ندري ما هي الشعوذة هذه، إن كان أنه يعمل السحر هذا لا يجوز، لأن السحر كفر والساحر كافر. قال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر كفر تعلمه وتعليمه، إذا كان قصده بالشعوذة أنه يعمل السحر فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه لا تصح صلاته وهو ساحر، ولا تصح صلاة من خلفه. نعم.